جميل جدا يا امير ان انت بتاكد ان فيريرا، يعني جميل في اجابتك ان انت بترد على اكيد الاشاعات اللي بتوصل لك زيك زي اي مشجع زملكاوي، من اشاعات اكيد بتبقى لها سبب معين ورغبه معينه من البعض اللي بيحاولوا ان هم يدخلوا نادي الزمالك في بعض المناطق اللي فيها كلام كتير وفبركه اخبار. انت تؤكد ان فيريرا يعشق مثل هذه المواجهات ومستني الماتش ده تحديدا. لا انا عايز اقول لك اكتر من كده، ان فريرا لما نزل يعني في قناه او في مذيع طلع قال ان فريرا اتخانق مش عايز يلعب الماتش وكده، فريرا كان عايز يرد عليه في مؤتمر صحفي للماتش اللي بعده، كان عايز يطلع يرد عليه بالاسم ويكذبه، واحنا اللي طلبنا منه ان هو يعني ما يديش الموضوع حجم اكبر من حجمه، ولا ان هو يعني يبقى بيدي حجم لحد بيطلع اشاعات فيبقى بيشهره او بيقول اسمه او كده، لكن واكدنا له ان احنا هنلعب الماتش، وان يعني رغبه النادي كمان ان احنا نلعب الماتش زي ما رغبته هو كمان يلعب الماتش. وعايز اقول لك حاجه، في الحوافز حتى بتاعه بطوله الدوري كان الراجل بيقولها في المحاضرات، بيقول لهم يعني قبل حتى ما نحسم الدوري كان بيقول لهم لو حسمنا الدوري انتوا مستنياكم مباراه كبيره في يوم 9 في قاره ثانيه في بلد ثانيه هتحتفلوا، ده كان نوع من انواع الحافز اللي هو بيديه لهم ان يعني حاربوا على الدوري عشان الدوري هيوصلكم للمباراه دي كمان، ف وهتلعبوا على استاد من الاستادات بتوع كاس العالم، يمكن مصر ربنا ما وفقهاش ان هي تلعب في كاس العالم، لكن ممكن يبقى انتوا اللي يعني نادي الزمالك هو اللي بيفرح الناس في الوقت ده ان احنا اللي هنروح نلعب في حتى لو مباراه واحده، لكن هو يبقى حدث كبير وهيبقى واخد شخصيه اعلاميه كبيره. يعني طبعا الكلام اللي كان بيتقال ده كله ملوش اي اساس، نفس الكلام اللي كان بيتقال زي زيزو ضرب شيكابالا وشيكابالا ضرب زيزو، الكلام كل الاشاعات اللي بتطلع من نفس الجهه او من نفس الشخص هي نفس برضو الكلام اللي اتقال ان الراجل مش عايز يلعب. أكيد.